ازيكم شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ رجعت لكم النهارده من موقع اتش ال ام اللي اودعنا فيه امبارح 20 دولار يا شباب، ونزل لنا اهو الربح زي ما احنا شايفين كده. طيب تعالوا نشوف يا شباب الاول الخطط بتاعته قبل عامله ازاي قبل ما نجرب عمليه السحب. هنخش هنا على ديبوزيت. الموقع خطته جميلة جدا، والموقع بيشتغل من 2018، والحد الأدنى فيه للإيداع 20 دولار، والحد الأدنى للسحب 5 دولار. بيرفكت ماني وعملات رقمية. طيب تعالوا نشوف الخطط بتاعته عاملة ازاي. أول خطة بيديك 15% بعد يوم ربح صافي زائد إيداعك. الحد الأدنى 20 دولار، والحد الأقصى 1200 دولار. الخطة اللي بعدها 25%. هو هنا في غلطة يا شباب، لكن لو بصيتوا على الموقع من بره هتلاقي ان النسبة هنا 25%، والحد الأدنى 500 دولار والحد الأقصى 5000 دولار. والخطة اللي بعدها بيديك، احنا الظاهر ان احنا لازم نشوفه من هنا احسن، نشوفه من على الموقع من بره افضل، لان النسب جوه مش عارف فيها لخبطة شوية. زي ما احنا شايفين دي 15%، والحد الأدنى 20 دولار بعد 24 ساعة، والإيداع بيرجع لك والسحب فوري، ونسبة الإحالة 5% في كل الخطط. والخطة اللي بعدها 25% بعد يومين، والحد الأدنى 500 دولار. والخطة اللي بعدها 50% بعد 3 أيام، والحد الأدنى 500 دولار. والخطة اللي بعدها 100% بعد 5 أيام، والحد الأدنى 5000 دولار. طب يلا بينا يا شباب نخش نجرب عملية السحب. هنخش على الاكونت بتاعنا تاني. كنا اودعنا امبارح 20 دولار، ودلوقتي نزل لنا الربح بتاعنا. دخلنا اهو على صفحة لوحة القيادة بتاعتنا. هنخش هنا على ويزدرو. تمام يا شباب، وهنختار ان احنا هنسحب على بيرفكت ماني. طبعا الرقم بتاعنا اهو متسجل، لازم نسجله الاول قبل ما نبدأ عملية السحب. هنختار البرفكت موني من هنا. تمام، وهنكتب هنا 24 دولار. 24، تمام، وهندوس ريكوست. تمام، هيطلع لنا هنا رسالة تأكيد ان احنا بنطلب عملية سحب 24 دولار على رقم المحفظة ديت. هنقول بسم الله وهندوس كونفيرم. تمام، تم طلب السحب بنجاح. هنقفل الفيديو وهنشوف هيوصل امتى. هنا وصلت لنا رسالة من الموقع بتقول ان تم سحب او طلب سحب 24 دولار. هنوقف الفيديو، اول ما يوصل لنا هنرجع لكم تاني باذن الله. رجعت لكم تاني يا شباب بعد تقريبا دقيقة او دقيقتين او دقيقة ونص كده، والسحب الحمد لله وصل لنا زي ما انتم شايفين. وصل لنا على البرفكت ماني 24 دولار من موقع HLM Investment. الموقع زي الفل يا شباب، والسحب عليه تمام زي ما انتم شايفين، والحمد لله السحب فوري. وهرجع اودع عليه دلوقتي بعد ما اقفل الفيديو عشان بس ما اطولش الفيديو، هرجع اودع عليه تاني. يلا يا شباب نستغل الموقع ونطمن له. الحمد لله الموقع تمام زي ما توقعنا وزي ما سمعنا عنه، والموقع بيشتغل من 2018، وبإذن الله يكمل معانا فترة كويسة. ويلا يا شباب أشوفكم على خير، وربنا يوفقنا بإذن الله.